أرتيك. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي، معكم عمار أبو قورة وحلقة جديدة من أرك نيوز. واليوم بنحكي عن AMD وإنفيديا والحرب المستمرة بيناتهم، كمان بنحكي عن أبل ومشكلة الكيبوردات اللي موجودة عندها. حلقة جديدة، خلينا نعرف تفاصيل أكثر. يلا بداية، قبل ما نبلش بحب أتشكر كل الأشخاص المشتركين بالقناة وكل الأشخاص اللي عم تشير الفيديوهات وعم تعمل كومنتس على الفيديوهات. وبنفس الوقت إذا كنت أول مرة بتحضر هالفيديو، تأكد إنك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس من تحت، بتلاقي زر الجرس، فعله مشان يوصلك آخر أخبار تقنية والفيديوهات اللي عم تنعملها بشكل عام. خلينا ننتقل لخبرنا الأول. بخبرنا الأول نحكي عن الحرب القائمة بين AMD وإنفيديا. طبعا هي الحرب قديمة جدا، أو الحرب قديمة جدا، ودائما عم يكون الرابح فيها هي إنفيديا صراحة. ولكن يبدو إنه هلا AMD قررت إنه ترفع التحدي اكثر، وبكره حتعلن عن 3 كروت ال 5700 XT نسخه الاحتفاليه ال 50 زائد ال 5700 XT العاديه وال 5700. اسعارهم هو الشيء مميز فيهم اللي هي التراوح بين 450 ل 350 دولار، يعني عم نحكي باسعار اقل من انفيديا بشكل ملحوظ. زائد النقطه الاهم كمان انه البنش مارك او التجارب اللي صارت عليهم اللي عم تدعي AMD فيهم حيكونوا شيء مبشر جدا للمستقبل، وبالتالي نتمنى انه ترجع المنافسة بين الشركتين. بنفس الوقت انفيديا ما ظلت ساكتة، وراحت اعلنت امبارح عن 3 كروت، او اول امبارح اعلنت عن 3 كروت اللي هن 2080 سوبر، 2060 سوبر، و2070 سوبر. المفروض انه منزل الاسعار تبعهم والاداء تبعهم اعلى من اداء اللي موجود حاليا. طبعا هذا كله حكي بيبين بس لحتى فعلا يصير في بنش مارك، او بس يصير في ارقام فعلية نعرف فيها قديش الاداء تبع الشركتين هدول فعلا قادر انه ينافسوا بعض، او كالعادة رح تربح انفيديا AMD رح تضل مبيعاتها قليلة جدا. اما بخبرنا الثاني فنحكي عن ابل، وهذا الخبر بينقسم لشقين. الشق الاول انه ابل بلشت تعمل كول باك بسموها للاير اللابتوب تبعونها الاير ماك بوك، ماك بوك اير، بسبب ما حدا صرح عنه، ولكن صارت تدعو المستخدمين اللي في عندهم موديلات معينه انه يرجعوا الجهاز. بعد فتره طلع، او امبارح طلع شخص من الاشخاص قال انه الجهاز تبعه من كثر الحماوي اللي فيه انفجر. فيبدو انه السبب الرئيسي انه ابل عم تسحب المنتجات هي هذا السبب، انه عمليه عم يصير في عمليه انفجار بالمعالج نفسه او بكرت الشاشه نفسه بسبب الحمل الزائد او عدم معالجه التبريد بشكل صحيح. وبنفس الوقت احد الاشخاص المحللين لابل بيقول انه ابل واخيرا رح تستغني عن الكيبوردات المستخدمه حاليا اللي هي البترفلاي، واللي هي تعتبر نقطه ضعف شديده بالنسبة لأجهزة أبل، ولح تستخدم كيبوردات جديدة سماهم مقص كيبورد المقص، مسمى غريب لسه ما نزل بشكل أوفيشالي يعني بشكل رسمي، بس ولكن يقال إنه لح تكون التعامل مع الكيبورد لح يكون بليفل أعلى من الشيء اللي موجود حاليا، ولح تنحل مشكلة الكيبوردات تبع أبل بشكل نهائي. أما بخبرنا الثاني فهو عن ويب سايت اسمه G2A. ويب سايت G2A يعد من الويب سايتات خلينا نقول مشهورة جدا اللي بتقدم لك دائما أوفرات على الألعاب. يعني على سبيل المثال لو بدك تنزل هلا أنت الباتل فيلد، على سبيل المثال بدك تشتريها، ممكن تروح لهنيك وتلاقي إنه السعر فيها هنيك أرخص ب 50 دولار من السعر النظامي اللي موجود على المنصة اللي ممكن تشتري منها G2A، عفوا الباتل فيلد. وهذا الكلام يقاس على كثير من البرامج وكثير من الألعاب. المميز بالموضوع او مو مميز بالموضوع، المشكلة اليوم انه كل الديفلوبرز، معظم الديفلوبرز اليوم صاروا يطلعوا بتويتر بيقول لك فيها انه يا جماعة الخير روحوا جيبوا اللعبة تبعنا مهكرة، روحوا نزلوا اللعبة من التورنتس ولا تشتروها من الجي تو اي، لسبب كثير مهم. اولا انه ما في اي عائد مادي عم يرجع للديفلوبر يا الشخص اللي مساوي اللعبة من وراء هالموقع هذا. طب شو السبب؟ ما انت مو بالنهاية هذا الكي نيم بده ينجاب. تبين انه في كثير كيز او في كتير مفاتيح لهالالعاب هي عم تكون اصلا شارينها من كريدت كارد مسروقه، وبالتالي بعد فتره عم يلتغى هذا الكي كلياته. فشو اللي عم يصير؟ الشخص مثلا والله انا اشتريت اللعبه هي، هلا ما برجع للجي تو اي انه والله هن يحلوا مشكلتي، لا برجع للديفلوبر الاساسي تبع اللعبه مثلا نت فور سبيد او مثلا باتل فيلد او وات ايفر شو هي اللعبه، برجع لعنده بقول لهم هذا الكي انا اشتريته وما عاد اشتغل ووقفت اللعبه وكذا ومدري شو، فبصير في سبورت. بعدين بيكتشفوا انه الكريدت كارد اصلا اللي منشرى فيها مسروقه. الكريدت كارد اللي انشرى فيها من ويب سايت الجي تو اي، يعني انا كمشتري الكريدت كارد تبعي صحيحه ودفعت مصاري، ولكن الجي تو اي لحتى جاب هذا الكي مستخدم كريدتس مسروقه وعم يحط الكيز اللي موجوده هنا. هلا جي تو اي صرح وقال انه احنا ما عندنا هيك شيء،
وانه نحن رح نعمل انفستيجيشن وتاكد انه كل الكيز اللي عم تنحط هي مو محطوطه بهالشكل هذا بس. ولكن اكثر من ديفلوبرز واكثر من شخص حكوا انه في مشاكل كثير كبيره عم تصير من وراء هذا الويب سايت هذا ومن وراء الاشخاص اللي عم يشتروا من هذا الويب سايت. فلذلك نصيحه لكم في حدا حابب في حال حدا حابب يشتري لعبه تاكد دائما انك تشتريها من المصدر الاساسي تبعها. رح تقول لي هذيك بيعملوا اوفرز هذيك ما بيعملوا اوفرز، على الاقل تاكد من مسموعيات الموقع اللي عم تشتري عن طريقه. يعني هذا الموقع هلا ديفلوبرز نفسهم عم يقولوا لك اخي هذا الموقع فيه مشاكل، واذا اجانا من وراء سبورت ما حنقدر نقدم السبورت لانه بالاخير نحن ما عم يجينا ولا ليره ولا دولار من وراء عمليه الشراء هاي. فديروا بالكم دائما لما تشتروا اي شيء اونلاين تكونوا شايفين ريفيوز، تكونوا عم تشوفوا العالم شو عم تحكي عن هذا الويب سايت كرمال ما تتضرروا لقدام. وبنهاية الحلقة بتمنى تكون الحلقة خفيفة عليكم وفيها أخبار مفيدة بالنسبة لكم. كان معكم عمار أبو قورة من قناة أركتيك، وخلينا نقول نشرة أسبوعية إن شاء الله حتكون لكل الأخبار التقنية باسم أركي نيوز. فلذلك بتمنى أنكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. شوفكم بحلقة جديدة. سلامات.